تعرف نفسك دكتور يحيى؟ دكتور يحيى عبد الشافي، طبيب بشري روماتيزم وطب طبيعي. حضرتك حاطط يافطه النهارده، انا نازل عشان الميدان، نازل الميدان 9/9، اتفضل كمل. انا نازل فعلا علشان مصر، لان انا بعتقد اعتقاد جازم ان الثوره لم تنتهي بعد، وانه هناك في التفاف قوي وصريح من القيادة السياسية اللي موجودة الآن وهي المجلس العسكري على طلبات الثورة. لم ينفذ أي طلب من طلبات الثورة منذ قيام الثورة حتى الآن إلا بضغط، وإذا ضغطنا يقوم المجلس العسكري بعمل تمثيلية كتمثيلية المحاكمات التي نراها الآن. هذه تمثيلية بمعنى الكلمة، يعني كون ينقلب شاهد الإثبات إلى شاهد نفي. ماذا ينتظر المصريون بعد هذا؟ ماذا ينتظر بعد هذا الاستخفاف بالعقول المصرية؟ احنا لن ننتظر، والمجلس العسكري رصيده نفد تماما وليس عنده اي وقت للشحن مرة اخرى. مصر لا تحتمل تأخير بعد هذا التأخير كله. ان شاء الله احنا نازلين يوم 9/9 عشان نوقظ الثورة المصرية ونرجعها لمسارها الصحيح، ومش هنطلب طلبات. احنا طلبنا طلب واحد، ان المجلس العسكري يتفضل لمهمته الرئيسية والاساسية وهي حماية الحدود، ويترك هذا الامر للجماعه المدنيين اللي هم يعرفوا يديروا هذا الامر، لانه اثبت فشله طوال 6 اشهر محافظين من نفس العينه. اعتراض على رؤساء الجماعات لا يؤرنا اهتماما. الحد الاقصى الاجور لم يوضع، الفلوس بتاعتنا ما جاتش. اكتم بمعارتنا بليبيا، الان ليبيا سبقتنا، تاخذ اموالها المنهوبه في الخارج في ايام وساعات، ونحن الى الان نتهم الرئيس الذي دمر مصر على مدى 30 عاما بانه سرق 4 فيلات ولا اخذها بسعر اقل، وكل الادله بتاعت النيابه اللي محطوطه، طبعا محطوطه بطريقه معينه بحيث انه يخرج براءه، وهذا لا يخفى عن الصغير قبل الكبير. فان شاء الله الشعب المصري كله واعي. انا الوم المجلس العسكري واحمله كل المسؤوليه على الذي يحدث في مصر حتى هذه اللحظه. وان شاء الله عز وجل معاد يوم 9/9 لكل مصري حر، ونهيب بجميع القوى السياسيه ان هي تتعظ وتلحق القطر مره اخرى، تركب فيه مره اخرى قبل ما يفوتها القطر مره واحده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لك.